أعزائي المشاهدين، بعد لحظات نحضر العرض ما قبل الاختتام، عرض الفنان نوديل الباجي في إطار الأكتوبر الموسيقي اللي تنظمه المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى والفرع الثقافي للمعهد الفرنسي. إذن متابعة جيدة وممتعة لعرض الليلة مع الفنان نور الدين بن عايشة. كرجل سينما لما تحضر عرض موسيقي للفنان نور الدين بن عايشة، عطاي رايك على العرض؟ والله انا وكبت العروض الكل وعجبوني، خاصه الليله الصوت هو فرض روحه سي نور الدين، عنده صوت عجوبه معناها، عجبني ياسر لانه يؤدي الاداء نتاعو معناها جيد والفرقه ممتازه. وذلي الاختيارات الموسيقيه اختار معناها ما معناها يناسب الجمهور التونسي، يحب الاغاني الباهيه تاع سيد علي الرياحي، الاغاني القديمه العتيقه الترابيه واغاني عربيه معناها ممتازه، وهو صوته جميل جدا. في فتحي بصفتك رجل المسرح ورجل الثقافة ناخذوك على هذا، رأيك على أشو في العرض الموسيقي التعليم؟ احنا طلعنا له تول الركح وكانت حقيقة مفاجأة رائعة، فرقة ممتازة جدا وفن بالحق من الحوايج. خسارة المسرح مش معناها الجمهور، رغم ان فما دعاء سي فتحي وكبت الاكتوبر وكبت الموسيقى. وكبت شويه، ما رايك بصفه عامه في المستوى؟ اعتقد اني تظاهر على كل المستويات ناجح. الحاجه الوحيده ومتاكد انه الاعلام تم، الحاجه الوحيده انه فما نقص في الحضور وكب. شكرا سي فتحي، يعطيك الصحه. إذن سي نور الدين بارك الله فيك، يعطيك الصحة، معناها بالحق كما قلت في الكلمة البداية نتاعك، إن شاء الله تشنف الأذان وشنفت الأذان وهك شفت معناها خير دليل الجمهور، كان جمهور سميع والجمهور يعني مختلف الأعمار، مختلف الأعمار الأطفال الصغار. وأنا بصراحة وريك معناتها أنت والمادة شنو اللي تقدمها، حتى أطفال صغار لما تقدم لهم يعني فن راقي، تقدم لهم الموشح، تقدم لهم الدور، تقدم لهم معناتها الأغاني الحلوة الترابية، يقعدوا ويسمعوا ويطربوا وما يغادروش القاعة، الحمد لله. يعطيك الصحة سي نور الدين، وهذا الشيء السؤال اللي يطرح نفسه وينطق وحده. حبيت نسألك على بعد هالعرض وبعد هذا التجاوب وهالمستوى وهالصوت الجميل وهالأغاني الترابية الراقية، مشروعك الفني، رؤيتك للفن بصفة عامة ومستقبل أعمالك، وهل لك إنتاجات خاصة؟ نعم عندي إنتاجات خاصة من ألحاني، ومشروعي هو يعني تحضير يعني ألبوم كامل يعني من ألحاني، ولكن يعني نصف من المدونة العربية الأصيلة، لأني يعني ملتزم بالمحافظة على المدونة العربية الأصيلة، على التراث العربي من أدوار وموشحات وتقاطق وأغاني لعمالقة الطرب اللي علمونا الموسيقى واللي علمونا الفن واللي تربينا على ونهلنا منهم من الفن بتاعهم وتكوننا وتربينا، فنحافظ يعني من أهدافي كوني نحافظ على المدونة العربية الأصيلة والارتقاء بالذائقة يعني. فمشروعي هذا هو يعني متوصل فيه يعني في الطبق هذا اللي نحس روحي كاني يعني اغني يعني وغرد خارج السرب، ولكن سعيد بهذا والحمد لله، والجمهور يعني والحمد لله يعني يقبل هذا النوع وقاعد يرجع يعني للاصل والحمد لله. شكرا سي نور الدين، وان شاء الله في لقاءات اخرى حميميه ان شاء الله.
ومع الفن الراقي، مع الذوق، مع الصوت الجميل. وإلى اللقاء إن شاء الله. إذن هكذا قدمت لكم سوس تي في هذه التغطية، ومن المسرح البلدي قدم لكم هذه التغطية طارق الزرقاتي.